ده عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط. أهلا بك يا دكتور. طبعا في البداية اهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. الواقعة دي يا فندم طبعا هي زي احنا ما قريناها كده، هل هي فيها إضافات؟ يعني السيدة راجية توفيت بعد إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور، وكان بنتها عندها نفس المرض وهربت يا فندم. لا، هي بنتها مش عندها نفس المرض، ان دي طفله صغير مجرد ما ظهرت عليها اعراض تنفسيه، يعني كحه او ضيق في التنفس، فدي بتعتبر حاله مشتبهه. فاخذناها على مستشفى صدر اسيوط، وتم فورا اعطائها العلاج اللي هو التاميفلو، وخدنا منها عينه واتبعتت للمعاهد المركزيه بوزاره الصحه، لكن لم ترد النتيجه بتاعتها ايجابيه او سلبيه من عدمه. الحاجه الثانيه ما اسمهاش هربت، ان دي طفله سنتين ونص، فكانت محظوظه يعني حد من قرايبها جاي بيها، فلما سمعوا ان الام توفت فعاده عرف ان لازم يحضروا الجنازه. فراحوا اخذوا الطفله ومشوا بيها بدون علم الفريق الطبي وذهبوا بيها على المنزل الاسره. طب كويس يا فندم حضرتك وضحت لنا، يعني طفله دي طفله هتهرب تروح فين يعني؟ طب النتيجه بتاعت الفحوصات يا فندم هتتاكد امتى؟ ده حضرتك بيبقى موجود في المعامل المركزيه في وزاره الصحه، هي ارسلت العينه اليوم هي وتسع مقلقين للحاله في المنزل. يعني جيران واهل وقرايب السيده المتوفاه. عندهم اعراض يا دكتور ولا ما عندهمش اعراض؟ ما بس عندهمش مجرد الحمد لله، طب مجرد الحمد ان هم كانوا مقلقين للحاله قبل توجهها للمستشفى الجامعي. طيب عايزين يعني نفهم نقطه بس، السيده راجيه هي لما جت المستشفى كانت الحالة متقدمة ولا كانت في بدايتها يا دكتور أحمد؟ لا، للأسف كانت الحالة متقدمة، إن هي كان ليها 3 أيام تعاني من الأعراض، لكن الأعراض بتبدأ بسيطة وكلها أعراض زي الإنفلونزا العادية، زي نزلات البرد، كحة، ضيق خفيف في التنفس، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، فما كانتش تلفت الانتباه قوي إنها ممكن تبقى إنفلونزا طيور. نعم. فبالتالي لما زادت عليها الاعراض وبدات تدخل في التهاب رئوي مزدوج، يعني في الرئتين الاثنين، توجهت الى الطبيب خاص، فهو حولها على مستشفى الجامعي وادخلت العنايه المركزه ثاني يوم على طول. ده معناها ان الحاله وصلت اساسا وهي متقدمه، وكانت المضاعفات جامده اللي موجوده عند السيده. لكن بالنسبه لبنتها ان شاء الله ممكن الامور تتلحق ما دام احنا لسه في البدايات. طبعا ده طالما تم الاكتشاف مبكر واعطاء العلاج التام في لون مبكر، ام حتى لا قدر الله لو كانت هي حاله ايجابيه، طالما اخذت العلاج بدري فده بيدي فرصه كبيره في الشفاء باذن الله. طيب دكتور احمد، لان يعني كده بالطريقه دي الخبر ده ممكن يزعج طبعا ناس كتير قوي، خصوصا اللي في القرى المخلطين للطيور وتربيه الطيور، وحضرتك عارف الجزئيه دي. يا فندم ايه اللي المفروض يعني يتوجه بيه على طول المصاب حينما يصاب باي عرض معين؟ ايه المفروض يعني يعمله؟ وايه العرض اللي ممكن يلفت نظره او يلفت انتباهه انه لازم دلوقتي على طول يروح يتوجه لطبيب مباشره؟ هو طبعا هنا الميزه في انفلونزا الطيور حضرتك ان النقل العدوى من الطيور المصابه الى الانسان ليها مقدمات. فلما تبقى السيده في المنزل عندها طيور مريضه او طيور نافقه، يعني الطيور توفت منها بدون سبب واضح واكثر من حاله، هي بقى هنا لازم تعمل اعتناء بنفسها وعدم التعامل بصوره مباشره مع الطيور. يعني بنقول لها تلبس، طبعا مش هنعرف نقول لها تلبس جوانتي، نقول لها كيس بلاستيك، تلبس كيس في ايديها، تحط كمامه على الانف والفم عشان تمنع اي غبار او رذاذ يبقى موجود، فبالتالي بتحرص على نفسها من الاصابه بالمرض. لقت ان الطيور فعلا مريضه او نافقه بكميه، يبقى لازم هي تبلغ الجهات البيطريه عشان هي بتعمل، او الجهات الطبيه عشان بتعمل الاجراءات الوقائيه اللازمه، ونقدر نتعرف على البؤره اللي فيها المرض مبكرا سواء كانت في الطيور او في الانسان. نعم. ان شاء الله يا رب باذن الله تكون حاله واحده بس ووحيده، ما نشوفش اي حاجه اخرى. دكتور احمد عبد الحميد وكيل وزاره الصحه باسيوط، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا.